الشعب المصري الشقيق كان قاعد زي كل سنة يتخانق خناقة الاحتفال بالمولد النبوي، ويا ترى هو حلال ولا حرام، وحلاوة المولد اللي ما معهوش فلوس يشتريها دي بدعة ولا لا. وقبل ما يخلص الخناقة ولا يلحق يشتري له حتتين سمسمية، لقى الحكومة بتصب في مصلحته وقامت رافعة له سعر أنبوبة البوتاجاز 50 لحلوحا حتة واحدة، وده من المستودع. يعني على ما توصل البيت تكون زادت 100 جنيه. ليه كده حكومة بس؟ ده احنا ما فوقناش لسه مصبة الكهرباء. يا اخي الحكومة زي ما تكون بتلعب معانا لعبة الكراسي الموسيقية، الشعب يلف وهي كل يوم تشد كرسي تهبده بيه على دماغه. السيسي مصر تعرضت لأزمات ضخمة لم تكن سببا فيها. الناس تعرف ان احنا على مدى 4 سنين تعرضت مصر لأزمات ضخمة جدا جدا هي ما لهاش دخل فيها، هي ما كانتش سبب فيها. ابتداء من أزمة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة اللي موجودة حاليا، بقالنا تقريبا داخلين على سنة فيما يخص قطاع غزة. يا حبيبتي يا مصر، ما كانش يومك يا شابة، انت هتعيده من الأول يا ريس؟ يعني هو احنا هنفضل ندور في الحلقة المفرغة بتاعت الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية دي للأبد وحتى تحترق النجوم وتفنى الكواكب ولا ايه؟ وهي مصر تعرضت للأزمات دي لوحدها يعني؟ ما العالم كله كان معانا، ومع ذلك العالم كله تعافى وبقى زي الفل. اشمعنى احنا اللي وقعنا من قعر القفة ولسه موحولين؟ تفتكر بنبهتك كده ايه السبب؟ معمول لنا عمل مثلا؟ ولا كان علينا نادر وما وفيناهوش؟ ما كله من تحت راسك ورأس سياستك الاقتصادية المتخلفة اللي قايمة على القروض واصرف ما في الجيب واستلف ما في الغيب. لا الكورونا ولا حرب روسيا واوكرانيا ولا الحرب في غزه هي اللي خربت الاقتصاد وشخرمت الجنيه وجابتهم لمسه اكتاف. دي ببساطه حضرتك امتحانات كشفت مين مذاكر ومين مش مذاكر، وانت طبعا ما كنتش مذاكر، وعدم المذاكره ده هو السبب في سواد الحلل اللي احنا فيه مش الازمات. محافظ الشرقيه، الامور تحت السيطره وحالات الوفاه 2 وطفله. ايه الوضع عند حضرتك دلوقتي؟ الوضع ان شاء الله ما فيش اي حالات موجوده في الموقع، جميع الحالات في المستشفى والامور مستقره تماما، الحالات كلها بسيطه وتحت السيطره تماما. حضرتك عندك رصد للعدد الوفيات؟ لانه في ارقام متفاوته، ولكن اخر رقم احنا سمعناه انه كان 3 و2 ان شاء الله. 2 2 وطفله يعني 3 وفيات. طيب تصريح امني وعسكري بامتياز. امور ايه اللي تحت السيطره؟ حادثه كارثيه بكل المقاييس، يعني الكلام عنها لازم يراعي الجانب النفسي لاسر الضحايا والمصابين. لكن ازاي سيادة اللواء مش شايف غير انه مسيطر على الامور ومفيش اي قلق حصل؟ لا، وكمان لما عمرو بيقول له ان في 3 حالات وفاة قال له لا، 2 وطفله. صحيح يا عمرو، ايه الاشاعات المغرضه دي؟ ما تكبرش الموضوع وتخليهم 3 حالات. الطفله دي قطع نص تذكر وممكن كمان تكون راكبه ببلاش، عاوز تحسبها علينا نفر ولا ايه؟ عمرو اديب، الاداره المصريه ترد الصاع صاعين لاسرائيل. إنه الإدارة المصرية ترد الصاع صاعين، والفترة الأخيرة دي ليس هناك أي اعتبار إلا للمصلحة الوطنية المصرية، وإن المواطن المصري يعلم إنه لن يحدث. ضربونا جامد وإحنا شتمناه، الصاع صاعين. هي بالتصريحات عمر أصلا مش بتلقيح الكلام ولا كده العوالم، وياريتهم قالوا تصريحات عدلة. ده إسرائيل خدتهم غسيل ومكوى، ونتنياهو حط محور فيلادلفيا في عبه وطلع لهم لسان وقال لهم وش انا قاعد على قلبكم مش متعتع من هنا ولا بالطبل البلدي، ومطرح ما تحطوا راسكم حطوا رجليكم. وسياده الوزير اللي انت سعيد بتصريحاته اللي ماليه حياته، كل اللي عمله انه طلع يحلف بايمانات المسلمين ان مصر ما دخلتش سلاح وانها صرفت اللي قدامها واللي وراها عشان تغرق الانفاق، وخدمت اسرائيل خدمه العبد للسيد، ومش عارفين يعملوا لها ايه تاني عشان ترضى عنهم وتبطل تجريش ومرمطه فيهم. فين بقى الصاع اللي صاعين ده؟ كامل الوزير، الناس شعرت ان الحادث كبير بسبب توافد 24 عربيه اسعاف، وده ما كانش مطلوب بقى. محافظة الشرقية الإسعاف جاء يمكن بأعداد أكبر من يمكن ده اللي حاسس الناس إن الحادث كبير قوي، إن هم طبعا عايزين يخدموا، ف 25 عربية إسعاف اتحركت. ما كانش يعني الكلام ده كله مطلوب، ولكن ده نقدر نقول إن هم ناس جادين وناس منضبطين اتحركوا. الموضوع بسيط أخوانا، بس سيارات الإسعاف كبرته قمة الاستهانة بأرواح الناس ومحاولة لتقليل حجم الكارثة. أفندم في قطرين لبسوا في بعض حرفيا، وحالات الوفاة وصلت ل4 حالات والمصابين فوق 50. مستكتر عليهم 25 عربية إسعاف؟ الرقم اللي انت شايفه ضخم ومش مطلوب ده رقم أقل من الطبيعي بالنسبة لحادثة بالحجم ده. ولا انت المهم عندك انك تغسل ايدك من اللي حصل وطلع الموضوع ما يستاهلش الهوجة اللي انتوا عاملينها دي؟ صحيح فيها ايه يعني لما 3 ولا 4 يموتوا و10 إصابتهم تبقى خطيرة؟ عندنا منهم كتير. طب احترم دم الناس اللي لسه ما تشفش. الحادثة دي مش الأولى في عهد سيادة الفريق ولا هتكون الأخيرة. كامل الوزير خد قروض تعمل سكة حديد من بابها بحجة التطوير، ورفع علينا أسعار التذاكر بدل المرة 10، ومع ذلك لسه الحوادث موجودة وبتزيد، ولسه الناس بتموت، ولسه معايير الأمن والسلامة مش موجودة، وده لأن ساعاته صرف الفلوس على محطة بشتيل التي لم يخلق مثلها في البلاد، وعلى العربيات الجديدة بتاعت قطار النوم والقطر السريع والمونوريل. لكن الأطورات اللي بيركبها المصريين الغلابة ما تدقش فيها مسمار جديد حتى،
أحمد عمر هاشم السيسي يتسم بالصدق الحقيقي في إيمانه وحبه لعقيدته ولأهل العلم. علاقة روحية بينك وبين السيد الرئيس. نعم. تفضل قول لنا شايفها ازاي؟ أنا شايفها إن السيد الرئيس تسب بالصدق الحقيقي في إيمانه وحبه لعقيدته وحبه للعلماء، وهذا رمز لتقديره في شخصي للعلماء. ودي عرفتها ازاي إن شاء الله؟ جالك هاتف في المنام قال لك إنه صادق أوي أوي إن شاء الله وأمين أوي أوي إن شاء الله؟ مين إد فضلتك الحق إنك تحكم على إيمان حد بالصدق من عدمه؟ ما تديله صك غفران وتدخله الجنة من أوسع أبوابها بالمرة. الواحد والله بيستعجب لما بيشوف ناس المفروض ان عندهم علم وبلغوا من العمر ارزل ورجلهم القبر ومع ذلك بيعرصوا، لا وكمان بيتألى على الله سبحانه وتعالى وبيقر بغيبيات محدش يعرفها غيره، زي علاقه العبد بربه وحبه للعقيده وخوفه من الله سبحانه وتعالى. الا اذا كان قصدك ان السيسي بيعبد نفسه، يعني ساعتها يبقى عداك العيب وازح. النكته بقى ان قبل وصله التعريض دي حمدي رزق كان بيقول له ان دايما في احتفال المولد النبوي السيسي بيتعطف عليك وبينزل يسلم عليك بنفسه، لو انت عبد من عبيد احسان وعلاقته بيك علاقه العبد بالسيد يعني، عشان يبدا الوصله وهو عارف مقامه كويس. السيسي مصر ليس لديها مورد مياه غير نهر النيل او الانهار العابره للحدود، وبقول هنا لينا كلنا عشان يبقى واضح ان مصر ليست لديها وسيله اخرى للمياه غير نهر النيل اللي بقى له الاف السنين بيتحرك بلا عوائق. الا امال الثلاجه بتاعتك اللي مليانه ميه دي مش مورد؟ بس بغض النظر يعني انت ما كنتش تعرف المعلومه دي وانت بتمضي بايدك اللي عاوز اقطعها على الاتفاقيه، وعلى كلامك يعني ان بقالك 10 سنين بتتفاوض على قواعد الملء والتشغيل واثيوبيا متعنته ومش عارف تاخد معاها حق ولا باطل، ما انسحبتش من الاتفاقيه ليه؟ وازاي تمضي والاتفاقيه ما فيهاش بند واضح وصريح يضمن حقوقك ويحط قواعد ثابته للملء والتشغيل؟ انت بتمضي وبعدين تتفاوض؟ سلخت قبل ما تذبح؟ امال كنت بتطمن الشعب المصري وفشخ ضبك من الودن للودن على ايه؟ يوما ما الله قصة سد النهضة دي الناس هتعملها أيقونة للهطل والتخلف العقلي. مصطفى بكري الجيش المصري في حالة استنفار وعلينا الاصطفاف خلفه. الآن جيشنا الوطني في حالة استنفار في مواجهة كل من يحاول المساس بتراب الوطن أو بأمننا القومي أو بأمننا المائي، ولذلك هذه لحظة الاصطفاف الوطني، هذه لحظة التوجه نحو دعم الجيش الوطني المصري، دعم القوات المسلحة. استنفار ايه دلوقتي بس يا بكري؟ احنا فين والعيد فين؟ لسه بدري على الكحك يا جدع. والله ما انت راجع الا لما السيسي يعلق لك الفلكه وفين يوجعك. ما تزودش العيار عشان الحكايه ما تفرولش منك وتلاقي نفسك لبست في الحيط. الجيش لا مستنفر ولا نيله، كلها حركات استعراضيه لزوم اللقطه والضحك على الدول. ما كلنا عارفين ان كار الحرب ده مش كاره، وان العلاقات بين السيسي واسرائيل ماشيه زي السكينه في الحلاوه. مصر بس لقت شكلها وحش قدام العالم، خصوصا بعد ما نتنياهو مسح بكرامتها الارض، فقالت تعمل شويتين دول. وبفرض ان الجيش مستنفر وقايم يحارب بكره الصبح، ايه المطلوب مننا كشعب مدني بائس طافح الدم وممسوح بوش الاسفلت؟ نصطف وراء نعمل ايه يعني؟ نقف بداله في منافس القوات المسلحه نبيع مكرونه وصلصه لحد ما يخلص حرب؟ السيسي عندنا 9 مليون ضيف نزحوا لمصر بسبب الازمات الموجوده في بلادهم. وما بيقعدوش عندنا في معسكرات، احنا عندنا تقريبا اكتر من 9 مليون من الضيوف اللي نزحوا الى مصر نتيجه الازمات اللي موجوده في بلادهم، في اليمن، في ليبيا، في سوريا، السودان، في جنوب السودان. من يا دي التسعة مليون اللي انت شايلهم فوق راسك وزعل. طب ما انت عندك 14 مليون مصري متلطمين في بلاد الله، تبقى ساوت يعني، ماشيها جمايل يا ريس، ما تبقاش حنبلي كده. ثم التسعة مليون دول مش كلهم نازحين ولا حاجة ولا حتى لاجئين، معظمهم ناس مقيمة عندك بفلوسهم، بيدفعوا تمن إقامتهم وأكلهم وتعليمهم وبيضخوا فلوس في الاقتصاد بتاعك، يعني هم اللي بيصرفوا عليك مش انت اللي بتصرف عليهم. وكونك مش مقعدهم في معسكرات فده مش من طيبة قلبك اللي مفرتكها المجرة، لا ده لأن حتى اللاجئين الفعليين اللي ما يكملوش نص مليون بيأجروا سكن على حسابهم المعسكرات. قال ده انت بتشرد المواطنين المصريين من بيوتهم بالعافية، هتبني معسكرات للاجئين؟ كفاية بقى تجرب اسطنت اللاجئين يا ريس، مش كل ما تشوف حد من بلاد بره تقعد تشحت على حسهم؟ فضحتنا وخليت رقبتنا قد السمسمة قدام العالم. طب انت وشك مكشوف وقالع برقع الحياة، احنا ذنبنا ايه؟ مصطفى مدبولي حصة مصر في المنجم محفوظة إذا ما ثبت صحة خبر الاستحواذ. كأخرى من جنوب أفريقيا بالتأكيد اللي أنا عايز بس أطمن حضرتك مما يخص حصة مصر في المنجم دي، لا يعني لا يحدث عليها أي نوع من النقاش ولا الجدل ولا أي حاجة. ممكن أن ينظر إذا ما ثبت صحة هذا الخبر أن يكون ده استثمار أكتر جوه المنجم. يا فرحة أمك بيك، دي حاجة بلا 11 خالص. هو سيادتك شغلتك على المدفع بورورم، انت مش برضو رئيس وزراء المحروسه على سن ورمح؟ مالك تايه كده زي ما تكون عايش في بحر الظلمات؟ البيعه تمت وتفاصيلها اتنشرت في كل المواقع والعالم كله عن بكره باباه عرف ان شركه جولد اشانتي اشترت حصه سنتامين بالكامل، وده طلع لك زي ابن بهانه العمشه يقول لك اذا ما ثبت صحه الخبر. لو انت قاعد في الوزاره طيشه شربت خرج ما تعرفش ايه اللي بيحصل ومستني تعرف الاخبار زيك زي باقي الشعب، اهو اللي حصل في منجم السكري ده بروفا على اللي هيحصل بعد كده في كل البلاوي
اللي سيسي باعها للسعودية والإمارات وغيره. يعني الإمارات ممكن في ثانية تخلع من مشروع رأس الحكمة ده وتبيعه لإسرائيل، ونلاقي الصهاينة بقوا أصحاب ملك في مصر بقوة القانون. أحمد موسى، علاقتنا قوية بكل الدول الأفريقية ما عدا أثيوبيا. أثيوبيا كل الشعب المصري بعارف احنا علاقتنا ممتازه جدا مع جميع القاره الافريقيه، وكل القاره الافريقيه 53 دوله اشقاء واصدقاء وحبايب لينا، ما عندناش مشاكل مع حد الا دوله واحده. تاني اقولها كده، ليس لدينا مشكله في افريقيا مع 53 دوله اطلاقا، ما عندناش مشكله مع اي دوله. ما هي دي اللي عندها محبس الميه يا حبيبي، يعني علاقات السمنه على العسل اللي مع دول حوض النيل مش هتنفعك بحاجه. ولما علاقتكم باثيوبيا مش ولا بد وفي بينكم طار بايت، كان السيسي بيعزم رئيس الوزراء بتاعها ليه؟ لا، وكمان وقف في استقباله بذات نفسه على باب القصر وعمل له جولة معتبرة في العاصمة الجديدة وفتح معاه باب المفاوضات من أول وجديد، مع أن أي عيل صغير كان مدرك وقتها أن خلاص مصر بتلعب في الوقت الضايع وما الاستاد تقريبا خلص والمفاوضات دي زي قلتها ومفيش منها رجع، وأنك المفروض تبدأ تفكر في اللي جاي وتناقش قواعد التشغيل اللي محدش عارف هتتم إزاي بعد كده والملأ هيكون معدله إيه، ولا حد عارف صباع العجوة إزاي مضى على اتفاقية المبادئ اللي بنودها هولامية ما بتلزمش أثيوبيا بأي حاجة، ولا بتأكد على حصة مصر التاريخية في مية النيل، ولا فيها تعويض على أي ضرر متوقع. يعني اتفاقية بلح من الآخر. السيسي يجب معالجة أزمة ديون الدول النامية الناجمة عن أزمات عالمية. فضلا عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية جراء أزمات عالمية لم تتسبب الدول النامية اللي هي إحنا، يعني ما بعيد عنك إحنا دولة متوفية وعجزة عن العمل وباعت اللي وراها واللي قدامها وبرضه مش عارفة تسد اللي عليها، فساعدونا ينبكوا فينا ثواب وهنيالك يا فاعل الخير، واللي عند ربنا ما بيروحش. أزمات عالمية مالكش سبب فيها إيه، بس هو حد كان ضربك على إيدك عشان تستلف وتضيع القروض على الكباري والمدن الجديدة والمونوريل؟ ما ترحم نفسك شوي، أنت إيه مش عاتق؟ حتى القمة الافتراضية بتشحت فيها بذمتك؟ شفت حد من صحابك الرؤساء في كلاس القمة بيعمل عمالك السودة دي؟ أحمد موسى، لو شفت المدرس بتاعي النهاردة هبوسه، ده اللي علمني مدرسه، عشان هيتعلم في المدرسه لازم اشجعه واشجع المدرس واشد المدرس بتاعي انا وكل فخر، لو شفت النهارده ببوسه اللي علمني. يلا منه لله بقى، ربنا يسامحه على اللي عمله فينا. ويا ترى المدرس اللي يستاهل منك بوسه ده علمك ايه؟ التعريص؟ ما دي الحاجه الوحيده اللي بتفهم فيها وبتطفح من وراها الشهد، ساعتها يبقى معاك حق تبوسه وتبوس ايده ورجله كمان. شهاده لا الراجل ما قصرش وشربك الصنعه لحد ما بقيت بتعرس وانت سايب ايدك، ده انت تفوقت على نفسك يا جدع وبقيت يعني اجدعها معرس في بر المحروسه تما، ما بينافسكش على المركز الاول الا الاستاذ مصطفى بكري. معلش يعني المقامات محفوظه برضه، الراجل معرس قراري بيمارس التعريس بمنتهى المرونه اللي في الدنيا، اللي هي حاجه ما كانتش تخطر على بال مخترع علم التعريسولوجي ذات نفسه. يكونش هو المدرس اللي نفسك تبوسه؟ هو بكري بيحب يتباس الصراحه. أحمد عمر هاشم، أصدق كرامات الأولياء والتوسل بهم جائز. وتصدق أيضا كرامات الأولياء المعاصرين، نعم. كرامات السيد البدوي، كرامات السيد إبراهيم الدسوقي، كل هؤلاء السادة العظام، نعم بلا شك، وتجيز التوسل بهم. توسل في كتاب للإمام ابن تيمية قال في توسل بالله وبآيات وبأسماء. صدق يا أخوي أنت حر، كل واحد بيتعلق من عرقوب، احنا بقى بنصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، دعاء واستجابه، مفيش واسطه بين العبد وربه، مفيش كهنوت في الاسلام، مفيش حاجه اسمها نتوسل بآل البيت والاولياء. الاسلام حررنا تماما من العبوديه لغير الله سبحانه وتعالى. وبعدين هو اللي بيحصل عند الاضرحه ده توسل حتى عشان نعديها ونقول انه مش مقصود، ده شرك، طلب المدد والشفاء من عبد لا يملك لنفسه ضر ولا نفع. ده يفرق ايه عن عبادة قريش للأصنام عشان تقربهم إلى الله زلفة؟ وهل ينفع تقارن رزق السيدة مريم ومعجزة أهل الكهف اللي احنا متأكدين ان هم حصلوا لأن ربنا اللي أخبرنا عنهم، هل ينفع تقارن ده بكرامات السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي اللي هي محض خيال وهجص وتأليف من مريديهم؟ إصرار على تفريغ الدين من مضمونه وتسطيحه وتحويله لطقوس دروشة وشعوزة وحضرة وجلسات الذكر اللي البخور بالمستكة مطلوق فيها وبيطوحوا فيها يمين وشمال ويقولوا مدد من غير عدد وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. السيسي كنا حريصين إن مفيش مركب غير شرعية واحدة تخرج من مصر في اتجاه أوروبا، انتوا ما شفتوناش واحنا حريصين ولا ايه؟ من دول كثيرة جدا، لكن المهم أيضا إن مصر كانت حريصة إن هي من سبتمبر 2016 ما يبقاش في مركب هجرة غير شرعية واحد خرج من مصر في اتجاه أوروبا، احتراما ومن منظور إنساني وأخلاقي إن احنا ما نسمحش إن الناس زي تترمي في البحر، وأيضا إن احنا نكون سبب في المساس بأمن واستقرار شركائنا في أوروبا. فين الحلاوة بقى؟ أظن اشتغلت لكم بنا ومناول وخليت البحر المتوسط حيطة سد ومفيش مركب هجرة تستجري تعدي منه، وأي حد بيهاوب ناحيته بنحط السيخ المحمي في صرصور ودنه، وكله لأجل استقرار شركائنا في أوروبا. السيسي ما عندوش أي مشكلة إنه يعترف إنه شغال بواب عند الاتحاد الأوروبي ما دام الاتحاد هيغرف ويديله، وما بينساش في كل مناسبة يفكرهم بأهمية الدور اللي بيلعبه وإزاي هو حايش عنهم
قبائل النمنم من المهاجرين العرب المتوحشين اللي لو طلقهم عليهم هياكلوا الأخضر واليابس ويهددوا استقرارهم. وما بينساش برضو يلمح ويصرح انه عاوز فلوس مقابل حبسهم، اللي هي صورة جديدة من صور النخاسة والتجارة بالبشر. بدل ما نبيع العبد ونقبض ثمنه مرة واحدة، نعمل منه فزاعة نخوف بيها العالم المتحضر اللي العبد الجربوع ده هيهدد استقراره، ونفضل نحلب العالم ده بدل المرة ألف على حس حمايته منه. متحدث البترول: لا صحة لبيع منجم السكري لإسرائيل. كله زي ما بقول لحضرتك كلام، يعني ده عايز اقول لحضرتك من ضمن الكلام اللي اتقال، اتقال الحقه دبعوه الاسرائيليين اللي اشتروا، الحقه المنجم ده اللي مش عارف موجود فين، الدهب بتاعه هيتاخد ويطلع من بره لبره وما حدش يعرف عنه حاجه، ضرب هائل من الشائعات. للاسف للاسف احنا مصر مستهدفه، لكن ان شاء الله بشبابها او بقيادتها الموجوده دلوقتي والناس الموجودين المصريين. صادق يا فندم من غير حلفان. هو انت عارف حاجه؟ ده رئيس الوزراء كان عامل زي الأطرش في الزفة وما كانش عارف يقول كلمتين على بعض. وآه إسرائيل بقى لها رجل في المانجا، لأن ببساطة الشركة الجديدة اللي اشتريته من سنتامين واستحوذت عليه هي شركة أنجلو جولد أشانتي، واللي ثلاث شركات من أكبر المساهمين فيها بيدعموا إسرائيل بشكل مباشر. الأولانية شركة بلاك روك، ودي من أكبر الداعمين لاقتصاد إسرائيل، ومش أي دعم، دي بتساعد إسرائيل في جمع تمويلات من الأسواق العالمية عن طريق شراء السندات اللي الحكومة الإسرائيلية بتعتمد عليها في تمويل ميزانيتها، وعندها استثمارات بالهبل في شركات إسرائيلية، ده غير استثماراتها في صناعة الأسلحة اللي بتتورد لإسرائيل، وفوق كده عندها حصة في بنك إسرائيلي بيمول بنى المستوطنات، وفي شركة تانية برضو بتبني مستوطنات وعندها علاقات مع الجيش الإسرائيلي وبتمول مشاريع الأمن السيبراني والطائرات المسيرة، ده غير الشركة الثالثة فانجارد اللي شغلها عسكري من الآخر كله، هي اللي بتورد السلاح لإسرائيل وبتزودها بمقاتلات الاف 35، وكمان بتوفر لها نظام الدفاع ضد الصواريخ. طبعا المعلومات دي مش سرية، ولو سعادتك كلفت خاطرك وعملت سيرش بربع جنيه على جوجل هتلاقيها موجودة متاحة، بس سيادتك بتنفي وانت قاعد في بيتك وبتأزأز فوزدق. أحمد موسى: توجيه رئاسي بالتخفيف على المواطنين. من أسبوعين أو ثلاث أسابيع سيادة الرئيس كان عامل اجتماع مهم جدا مع دولة رئيس الوزراء، مع وزير البترول، مع وزير الكهرباء، وسيادة الرئيس كان بيتكلم في هذا الاجتماع اللي كان في العالمين على تدبير احتياجات الناس، دبروا، وكان وزير مالية كمان، دبروا الموارد عشان ودبروا الاحتياجات الخاصة باحتياجات المحطات الكهرباء. لو احنا بنتكلم النهاردة على تطورات جديدة تتعلق بالكهرباء في البلد، هناك توجه رئاسي بكررها مرتين، انه التخفيف عن الناس. يعني ايه؟ يعني نوفر الموارد المالية. هتعملوا فينا ايه؟ بس احنا اول ما بنسمع البقين بتوع التخفيف عن المواطنين دول قلبنا بيتقبض وكرشة النفس بتمسك فينا، وبنحس ببوادر جلطة دماغية او قلبية ايهما اسرع يعني، وبنعرف ان في صبة معتبرة جاية في السكة. وزي ما بيقول فرقع لوزة، شحنات الغاز اللي الرئيس حنتيرة قال للحكومة تستوردها عشان الكهرباء ما تتقطعش او فترات تخفيف الاحمال تقل، وكله طبعا عشان خاطر عيون المواطن، هتتكلف مبالغ طائلة. طب المبالغ الطائلة دي هتيجي منين؟ من جيب اللي خلفونا طبعا. عزيز المواطن، اجهز بالفازلين منك لي. التعليم: تحصيل 10 جنيهات من طلاب المدارس الخاصة والدولية لصالح صندوق رعاية المدارس. ويطلع ايه صندوق رعاية المدارس ده كمان؟ هي الصناديق بيحصل لها انقسام ميتوزي ولا بتفقس ولا بتتكاثر ذاتيا ولا بيحصل لها ايه بالظبط؟ كل يوم والتاني يطلع لنا صندوق من تحت الارض مطلوب مننا نتبرع له، وان ما كانش بالذوق يبقى بالعافية ولوي الدراع. مين اداكوا الحق انكم تفرضوا على طلبة المدارس الخاصة اتاوة في صورة تبرع اجباري؟ إذا كان هو خرج من تحت إيدك وخفف عنك حمل تعليمه واختار أنه يدفع مبلغ وقدره في مقابل أنه ياخد خدمة محترمة إلى حد ما، تقوم برضو تمد بوزك وعاوز تطلع منه بمصلحة بدون وجه حق، ورغم أن المبلغ يعني رمزي وصغير، وفي ناس ممكن تقول أنه مش مستاهل وهي العشرة جنيه تجيب إيه دلوقتي، بس المشكلة هنا في المبدأ، المشكلة في استحلال فلوسنا وأرطصتنا والنهب من وراها. ما أنت هتلم 10 جنيه دول من قد إيه؟ في مبلغ في الآخر؟ البلد دي بتبتزنا حرفيا وبتمد ايدها في جيوبنا وبتسرقنا عين عينك. احمد موسى: تجربه وزير التعليم جايز تكون هايله وجايز لا، زي السمك في البحر. في البلد فلازم نقف ونساند ونشوف التجربه، ما جايز التجربه تطلع تجربه هايله وجايز التجربه لا تحقق الهدف منها، جاي كل شيء وارد. ما اقدرش اقول حاجه لان احنا بنتكلم على سمك في البحر، هي سمكه في البحر، يا اصطادها يا جريت منك. فالسمك البحر ما تعرفش النهارده انت رايح على يعني ما عشان دي كرخانه مش دوله. لكن الدول المحترمة يا موسى السياسة التعليمية فيها مش بالهوى وبالمزاج ونجرب ما جايز تنفع، نفعت خير وبركة، ما نفعتش يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإحنا يعني كنا مغسلين وضمنين جنة. الدول اللي بتحترم المواطنين بتوعها ما بتدخلش تجربة تجرب في الناس ويا صابت يا خابت، لا دول بيعملوا دراسات وإحصائيات وتوقعات ونسب نجاح وخطأ وحاجات كتير يعني يصعب على أمثالكم فهمها. ولأن التعليم تحديدا بيترتب عليه مستقبل الدولة فما ينفعش تجازف فيه. بتاع السمك في المية أنت راجل زفر. على أي حال موسى، يعني أنا من موقعي هذا أحب أبشرك أن تجربة الوزير هتفشل، زي ما نظام الثانوية على سنتين فشل، ونظام التابلت فشل، ونظام البابل شيت فشل. هو أنتوا فالحين في أيوتا حاجة؟ ناقد سينمائي: تكلفة الأفلام الدينية عالية جدا وده سبب اختفائها.
كده بكتير جدا. عندي ازمه نص وكتاب. لا عارف مفيش الكاتب اللي يكتب النهارده ده. ومع ذلك لو جبنا حد يكتب هنلاقي الناس تكتب. لكن مين ينتج؟ التكلفه بقت صعبه جدا. يعني انت عشان تبني كعبه وعشان تعملي لا بس احنا بنشوف مسلسلات دراميه بركه يا جامعه مش من حلاوتها يعني. كميه المغالطات الشرعيه والتاريخيه والدينيه كمان اللي كانت موجوده في الافلام دي لا يمكن حد يتخيلها. ده غير انها مش معقوله لوجه الله. هي معقوله برضو عشان يعني اتحط فيها رسائل معينه كده في مناسبات معينه اللي هو بيدسلك السم في السم. مفيش عسل. افلام سطحيه جدا معتمده على روايات ضعيفه لكن مؤثره. واكتر من نص الفيلم هتلاقي دايما بيركز على فتره الجاهليه بكل بلاويها بقى. ولازم بقى 30 40 50 60 مشهد كده للخمر والنساء واصحاب الرايات الحمراء والشخلعه والمسخره. وما فيش مانع من اقحام قصه حب عجري كده لزوم الشحتفه والرومانسيه. عاوزين نبيع فيلم زغرب على العدويه ده مثلا اقرب لفيلم بورنو من كونه فيلم ديني. المهم ان الخلطه اللي كانت بتتقدم هدفها ارضاء الزبون اللي داخل السينما ينبسط ويقضي وقت لطيف، لكن ما بيقدمش اي معلومات دينيه ولا ممكن حد يطلع منه باي حاجه خالص. كامل الوزير لما الحادث حصل الناس اتخبطت في بعض واعتبروا نفسهم مصابين وراح المستشفى. المصابين زي ما حضرتك عارف زي ما انت قلت هم في البدايه العربيه كلها كان فيها 44 واحد، العربيه كلها كان فيها 44 راكب. بمجرد ما بيحصل حادث فالركاب بتخبط في بعضها او بيحصل له سحجه او حاجه، فكل الناس طبعا اللي كانوا في العربيه دخلوا المستشفى فاعتبروا نفسهم كلهم مصابين. ولكن طبعا هو الاصابات اللي هم لا ما لهمش حق ابدا. ازاي يطلعوا عايشين من حادثه خطيره زي دي وكل واحد يلاقي عنده كدمه ولا سحجه يروح المستشفى؟ ايه الاستهتار ده مواطن منك ليه؟ عاوز تطمن على نفسك وتتعالج؟ اديك عملت من الحبه قب وكدرت لنا الفريق كامل على الفاضي، لقيت نفسك طالع ماشي على رجليك، يبقى خلاص ما تدوشناش بقى، روح بيتك من سكات عشان اعداد المصابين ما تزيدش وشكل الوزير ما يبقاش وحش. روحت وطلع عندك نزيف داخلي ورحت فيها. عمرك يا اخي من لم يمت بالسيف مات بغيره. هو الناس لما تطلع من حادثه قطر المفروض تعمل ايه يا كامل؟ ما هو الطبيعي ان هم يروحوا المستشفى. هو المصاب هيعرف منين الاصابه خطيره ولا لا الا بعد توقيع الكشف الطبي عليه؟ دي أبجديات يعني، مش كله بيمشي بالفهلاوة يا حبيبي. شيخ الأزهر يهدي الرئيس النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية. الله العظيم، وبهذه المناسبة العطرة يسعدني سيادة الرئيس باسمي وباسم زملائي علماء الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية أن أقدم لسيادتكم النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وهي أول ترجمة تصدر عن مركز الترجمة بالأزهر الشريف. يكشف يفهم اللي فيها المرة دي يا أخي. يعني شيخ الأزهر بقاله كده كذا سنة بيهدي السيسي مصحف احتفال مولد النبوي، ويبدو كده أنه كان يحدوه الأمل ان الرئيس يحس على دم اللي خلفوه ويقرا له كام ايه يمكن يدخل الاسلام. جايز يعجبه، ما هو محدش عارف له مله، وجايز يعني ربنا يهديه ويخف السلخه على المصريين شويه. بس ده ما حصلش طبعا، والسيسي بيزيد كل يوم فرعانه عن اليوم اللي قبله. فالشيخ الطيب قال لك ما بديهاش بقى، اجرب النسخه المترجمه جايز يفهمها. ونسي خالص ان السيسي ما بيعرفش الانجليزي ولا العربي. السيسي لابد من احترام القانون الدولي في اداره الانهار العابره للحدود ده، سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة، الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه واحترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود لضمان تحقيق التوافق. يا ضنايا بعد ما عكتها وضيعت النهر اليتيم اللي حلتنا، عاوز العالم يتدخل ويحلها لك ونزل دبدبة برجلك في الأرض بقى وتقول لهم أثيوبيا كلت الحصان بتاعي يا أبويا؟ طب هو القانون الدولي بتاع إدارة الأنهار ده ظهر فجأة من العدم ولا طلع أول امبارح العصر؟ ما هو موجود من قبل ما السد اتحط فيه طوبة. ما استخدمتوش ليه في مفاوضاتك الفاشله مع اثيوبيا؟ اقول لك انا ليه، عشان للمره المليون انت تنيلت مضيت على اتفاقيه المبادئ، يعني قدمت لهم اعتراف ضمني وانت في كامل قواك البلحيه ان ما عندكش مشكله مع السد وانك واخد حقك تالت ومتلت. فشكوتك دلوقتي لا محل لها من الاعراب. شوف لك سكه تانية بقى غير شغل شحتفه الارامل ده، احسن هتودينا في داهيه اكتر ما احنا رايحين. ده احنا لو بنشرح لحيطه كان زمانها فهمت والله. الصحة، لا يوجد ارتباط وبائي في حالة أسوان. تحسن حالتهم الصحية تم ده، في حالات أخرى ما زالت تحت العلاج بالمستشفيات، ولا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات، حيث أن غالبية الحالات من منطقتي أبو الريش بحري ودراو ولكل منهما محطة مياه منفصل. وقال أنه فحص عينات برض عينين بالإحاء كده. من حوالي يومين بدأت تنتشر إصابات بنزلات معوية في كذا منطقة في محافظة أسوان. الحالات كانت ما بين حادة إلى متوسطة، وفي حالات استدعت الحجز في المستشفيات. عدد اللي تم حجزهم وصل ل 200 حالة، يعني في 200 شخص حالتهم حرجة. ده غير بقى اللي خدوا علاجهم وحالتهم مستقرة، ودول عددهم مش معروف طبعا. الأهالي في أسوان قالوا إن ده بسبب تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي، بس الحكومة طبعا نفت الكلام ده جملة وتفصيلا، وقالت إنه عاري تماما من الصحة، وإحنا بعتنا المختصين كشفوا على مواسير المية ولقيناها نظيفة وزي الفل، والمية عملنا لها تحليل دقيق وعلى أعلى مستوى وطلعت مطابقة للمواصفات وأحسن مية على وجه الكوكب. وزارة الصحة بتقول إن مفيش وباء. طب قولوا لنا تفسير مقنع يا إخوانا،
الناس كلها في أسوان بتعاني من قيء وإسهال وفي كلام عن حالة توفت، يبقى إيه السبب؟ تكونش حلاوة المولد؟ رئيس الوزراء رفعنا سعر الأنابيب لأن تكلفة الأنبوبة على الدولة 340 جنيه. لهذا الموضوع تحديدا أنبوبة البوتاجاز، احنا النهاردة مصر بتنتج أو استهلاكها 280 مليون أنبوب، 280 مليون أنبوبة سنويا، تكلفة بتاعت الأنبوبة 340 جنيه، احنا كانت ب 100 جنيه، فبالتالي في 240 جنيه دعم، لما حضرتك تضربيهم في 280 مليون أنبوبة هيطلع أكتر من 60 مليار جنيه. الله يكون في عونها، بتتعب قوي الدولة دي. ما تتكلف يا حبيبي، ما هو كله من فلوسنا. هي الدولة دي شغالة في الفاعل وشقيانة علينا واحنا ما نعرفش. موارد الدولة دي من جيوب المواطنين حضرتك، سواء عن طريق الضرائب والرسوم والكارتات بتاعت الطرق والورق اللي ما تسواش ثلاثة تعريفة وبتدفعوني فيها مبلغ وقدره، أو عن طريق ممتلكات الشعب اللي انتوا نازلين بيع فيها جملة وقطعي. النكتة انه بمنتهى البجاحة بيقول ان الدولة اتحملت كتير وقت الكورونا والأزمات اللي بعدها وكانت بتستدين عشان توفر الدعم. وحياة أمك، بقى القروض المتلتلة اللي اتخذت اتصرفت على الشعب؟ لا يا حبيبي، القروض اتصرفت على فناكيش سيادة الرئيس وقصوره الرئاسية ومؤتمرات الشباب والهجايص اللي انت واحنا عارفينها كويس. ولو عندك أزمة كان الأولى انك توقف الهجايص دي بدل ما انت واقف دلوقتي تعاير المواطن بالدعم اللي هو حقه ومحدش بيجبي عليه. القبض على الشيخ التيجاني على خلفية واقعة التحرش. يحيى العدل. ايوه كده، مش ميغة، هي احنا دولة قانون ولازم القانون ياخد مجراه. فين بقى البلاغ الرسمي اللي اتقدم عشان تقبض عليه؟ بغض النظر يعني عن هرطقته ودروشته وشغل حلمبوحة اللي بيعمله ده، فلا البنت ولا حد من أهلها اتقدم ببلاغ ضده، ولا في دليل ولا قرينة مؤكدة عليه. كل الحكاية بوست على فيسبوك واتهامات من البنت وأبوها ضده، وهو طلع رد على الكلام ده في موقع من مواقع بير السلم، وراح قدم بلاغ ضد البنت وأبوها بتهمة التشهير والإساءة لسمعته. تقوم الأجهزة الأمنية تتحفظ عليه لحين عرضه على النيابة في تصرف مش مفهوم. يعني احنا مش بندافع عنه، ولو ثبت فعلا انه متحرش يتحاسب بس يثبت. لكن الفكره ان الدوله لو بتحترم القانون فعلا ما تحاسبش واحد على كلام مرسل معلوش دليل. الموضوع كالعاده هيخلص على ما فيش. بس يبدو كده ان الدوله لما لقت الترند مسمع في السوشيال ميديا قالت تشارك وتحط التاتش بتاعها. يعني هي جت عليها وزير الزراعه في عهد السيسي، الدوله اشتغلت في 4 مليون فدان في 3 او 4 سنين. التوسع الحقيقه للدوله اشتغلت في 4 مليون فدان في خلال 30 او 4 سنين. طيب ودوت احنا قعدنا في مصر اكثر من 40 او 50 سنه بنتكلم في 5.6 مليون فدان، كل الارض الزراعيه كانت عندنا. فاذا النهارده الارض دي كلها اراضي بكر. اصل ربنا مديله البركه، ولما هو كده يا فندم يعني والخير كتير ومش ملاحقين على الفدادين، الخضار والفاكهه اسعارهم بتزيد لحد ما بقت في مستوى المواطن الايجبتاوي ليه؟ ولا ال 4 مليون فدان دول مزروعين ترمس؟ ده اذا كانوا موجودين، لأن سعادتك بتدلس. والرقعة الزراعية في مصر من ساعة ما بدأ العهد البلحي الميمون ما زادتش إلا 900 ألف فدان، ما فيش غيرهم. يعني ما كملناش مليون واحد تقوم ترنططهم لأربعة. طب أفشر بالمعقول، وده حسب جهاز التعبئة والإحصاء اللي هو تبع الحكومة. كنت جيت على نفسك شوية وبصيت في الدفاتر بتاعت الوزارة قبل ما تطلع تكرر كدبة اتقالت 50 مرة قبل كده. شعبة المخابز، زيادة مرتقبة في أسعار الخبز السياحي. دي نسبة الزيادة. هيصرف زيادة الغاز زيادة في أسعار المرتبات العمالة. مش محتاجة يعني. ما دام الحكومة الله يخرب بيتها رفعت سعر أنابيب الغاز، يبقى أي سلعة مرتبطة بيها هترتفع. مش بس الخبز السياحي اللي سعره هيزيد، لا خد عندك مطاعم الفول والفلافل والكشري هترفع أسعارها، الكافيهات والقهاوي البلدي ومقالي اللب هترفع الأسعار هي كمان، الذرة المشوي والبطاطا هيغلوا. شوف لو واحد فتح نصبة شاي هيزود سعر الكوباية، عشان بس الناس تبقى فاهمه ان اشتغاله جشع التجار مش حقيقيه، وان تاثير الدومينو هو السبب في ارتفاع سعر كل حاجه. مين بقى اللي بيوقع اول حجر من الدومينو؟ الحكومه. سمير فرج، امريكا رجعت المساعدات العسكريه لمصر بعد ما قطعتها 4 سنين. فين الكلام ده؟ ويمكن عايز اقول لك من 3 ايام حصل موضوع الناس عدته في مصر. امريكا بعد 4 سنين توقفت فيها المساعدات العسكريه لمصر، مليار و300 مليون رجعتها امريكا من 3 ايام بعد 4 سنين قطع العلاقات. ليه؟ نقيبه مصر في المنطقه، احنا اللي بنجيب كل شيء، مش هنقول حد تاني. احنا مصر بقوتها بامكانياتها بقوه الرئيس. ولما احنا مصر بقوتنا وامكانياتنا وقوه رئيسنا وحلاوه شمسنا وخفه ظلنا بنمد ايدينا ناخد مساعدات عسكريه من امريكا ليه؟ وليه امريكا قطعت المساعدات ما دام هي بتكش من السيسي وبتعمل له الف حساب؟ على اي حال يا ستي، اللي هو امريكا علقت جزء من المساعدات بس، ما قطعتهاش ولا حاجه، والجزء ده كان حوالي 300 مليون دولار، وكانت بتبعت المليار دولار الباقيين عادي. والسبب في تعليق ال 300 مليون دولار دول كان قمع الحريات وانتهاك حقوق الانسان اللي امريكا قررت تصاهين عليهم دلوقتي، في مقابل دور مصر في الحرب على غزه، الدور اللي انت عارفه كويس وبتقبض ثمنه دلوقتي. وزير الزراعه، ما زلنا الارخص على مستوى العالم. واللي حالهم كله ساء لحد ما اتقبض عليهم واحد واحد في قضايا ممارسه الدعاره وتعاطي مخدرات او عمل مشحنات وخناقات، اتلوثوا جميعا، الشركه فصلتهم، لكن مفيش حاجه بتدوب، اتفضحوا، اتفضح مخطط. انتوا الارخص فعلا،
يعني نفهمكم بأي لغة إن الأمور ما بتتحسبش كده، وإنك ما ينفعش تتكلم على تكلفة المعيشة إلا لما تحط في الاعتبار متوسط الدخل، ولا ينفع تقارنها بباقي دول العالم إلا لما يبقى متوسط الدخل متقارب. وبما إن متوسط الدخل في مصر ضربه السلك وحالته حالة ويعتبر من أقل مستويات الدخل بالنسبة لباقي دول العالم، يبقى تحط لسانكوا جوه بقكوا وتنقطونا بسكتكوا. تكلفة المعيشة في مصر مش الأرخص ولا حاجة، وفي دول زي باكستان ونيجيريا والهند وليبيا وغيرهم الحياة فيها أرخص من مصر بكتير، رغم إن مستوى الدخل فيهم أعلى. فتمسوا وقولوا يا مس عشان هي مش ناقصاكم. مصطفى مدبولي، احنا ورثنا البيروقراطيه من الاستعمار وبنعتذر لو نقلنا للسعوديه. بيقول يعني انتوا كنتوا بلد البيروقراطيه يعني ونقلتوها للمملكه في فتره ما، وقلت له والله احنا كمان كنا مصدومين لان احنا برضو خدناها من الاستعمار البريطاني وقت ما كان موجود في مصر لمده اكثر من 70 عام، فاحنا يعني الموضوع دخل علينا واحنا يعني غصب عننا يمكن اذا كان، وبنعتذر اذا كنا نقلناه لكم في وقت من الاوقات، ولكن هدفنا الحقيقه والنعمه منى يا اختي منى. هو ستك بتعتذر عن ايه؟ لو انت فاكر البيروقراطية دي حاجة وحشة يعني. البيروقراطية نظام اداري لتنظيم العمل الحكومي. امال المفروض الحكومات تشتغل وترتب اولوياتها وتعرف التزاماتها ازاي؟ ما هو ده مش هيحصل الا لو عندك منظومة تدير كل ده. البيروقراطية زيها زي اي نظام في الدنيا، ليه عيوب ومميزات. مش مرض يعني عشان تقف عرقك مرقك قدام الكفيل وتعتذر عنه زي العيل الخايب، ولا عشان هو قال لك انتوا نقلتولنا البيروقراطية فانت هريت بقى وخفت للبيع تعصلك ولا حاجة، فقعدت بقى تعتذر له وتطلع له مبررات وتقول له احنا كمان ما نعرفش البيروقراطيه دي بتعمل ايه عندنا، الاستعمار البريطاني هو اللي لبسنا فيها. وده ينم عن جهلك، لان النظام الاداري موجود في مصر من ايام محمد علي، مش دخيل على مصر ولا حاجه. وانتوا هتفضلوا تقلوا في قيمتنا كده لحد امتى بس؟ يلا فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. بالنسبه للناس اللي بتشتكي من الاسعار، لما تجيب لك ب3 جنيه بتنجان و3 جنيه بطاطس و3 جنيه فول و3 جنيه بصل و3 جنيه طعميه، يعني ب15 جنيه هتفطر وتتغدى وتتعشى. مفيش دوله في العالم تقدر تاكل فيها طول اليوم كده ب15 جنيه الا مصر. الحمد لله رب العالمين، انتوا ربنا في بلدكم الحياه جميله والاسعار كويسه. مش لازم تفطر برجر وفاهيتا وتقول الاسعار غاليه، مش لازم تفطر كساديات وتري وبيف وتقول الاسعار غاليه. الاسعار جميله وانتوا ربنا والحمد لله رب العالمين. الناس تقول الحمد لله، لان شكرتم لا ازيدنكم، اللهم لك الحمد يا رب. شيل الفيش الله ولا للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.